السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل صورة عميقة. هذه الصورة نقلل ديت الأداء كده على 16 سالب 16 تباين. الجبال نقلله شوية. بعدين نجيب اللاصق، نجيب الروموشن ده، وبعدين نحطه بالشكل ده كده، ونجيب الروموشن التاني نحطه روموشن حزين كده. بعدين نحفظها مرتين، وبعدين نخش على اللايترو. على الستة واللي تحت الستة برضو. نخلي ده على السالب 100 برضو على السالب 100. كده تكون خلصت معانا. هذا الشكل اول الايديت قبل الايديت. يا رب تكون عجبتكم الصورة. متنسوش تعملوا اشتراك في القناة، فعلوا زر الجرس وتكتبوا لايك.